هذا وأكدت السيدة ابتسام حمد الشملان الوكيل المساعد للنقل الجوي وأمن وسلامة الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات، أكدت أن معرض البحرين الدولي للطيران يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال معارض الطيران. منذ أن أقيم أول حدث لمعرض البحرين للطيران في عام 2010 شهد نقلة نوعية في قاعدة العارضين وأيضا نقلة نوعية في عدد الزوار المعرض. معرض البحرين للطيران مثل ما قلنا يتميز معرض البحرين للطيران بأن تم تطبيق أفضل الممارسات العالمية والخبرات العالمية التي تم تطبيقها في معارض العالمية بالنسبة حق معارض الطيران في معرض البحرين للطيران، معطاء ميزة فريدة لإتمام العمليات المتعلقة بقطاع الطيران بطريقة خصوصية وفعالة وذات جودة عالية. فمعرض البحرين للطيران مثل ما قلنا أنه هو يستقطب الشركات العملاقة المتعلقة بصناعة الطيران وقطاع الطيران، راح يستقطب أفضل المتحدثين وأفضل الخبراء عن طريق تبادل المعلومات والمتحدثين، عن طريق وضع برامج تدريبية، عن طريق وضع ورش عمل، عن طريق اجتماعات وإلى آخره. فهو يعتبر منصة ومنبر وملتقى لتبادل المعلومات والخبرات. من راح يكون موجود في معرض البحرين للطيران؟ راح يكون موجود صناع القرار، فبالتالي هذولون صناع القرار راح يستفيدون من الفرص الاستثمارية، جلب الاستثمارات إلى مملكة البحرين، والشركات تكون مركز الأعمال مالها منطلق من مملكة البحرين.